سيدنا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه اخرى من حلقات برنامج والله ما عرفتش بيناتنا ماركتينغ. والله الا دواء خاوص صافي. اش اخبارك طاليس؟ والله الا بخير مزيان، كل شيء مزيان بخير. هاني الله يبارك فيك، الله يحفظك. انا قلت شويه بعد المرضى بقيتي شويه الفضل كيرجع لواحد سميتو السي محمد، هو اكس جوور ديال الدفاع الحسين الجديدي والجديده. عطاني اخويا شي وصفه الحمد لله، كنشكروه في هذه الحلقه ديال اليوم لان به هو باش رجعت للمستمعين بهذا الصوت الحمد لله اللي مزيانه هاد الساعه. تعويناتكم ساعه اخرى الله اعلم. الحمد لله، الله يجيب الشفاء، اللهم امين. اذا سعيد بلقياكم من جديد المستمعين الاوفياء. اليوم حلقه جديده، اليوم ما غنكونش غير انا وطاليس بوحدنا، اليوم معنا ضيف، ضيف اللي كان دائما وراء بزاف ديال الفنانين اللي مولاو اليوم نجوم في الكوميديا. فنان للاكيد انه قليل الحوارات وقليل كذلك لقاءاته مع الصحفيين ومع الاذاعه، لكن هو فنان كنا كنسمعوا غير في الكواليس، كيشتغل بدقه مع مجموعه من الكوميديين اللي كانوا خريجين كوميديا. لكن انكم عرفتوه، ضيفنا لنهار اليوم هو هو جواد الكرويسي. ضيفنا اليوم، مرحبا بك جواد. شكرا واش قديم واعر درتي ليا اشويه، ولكن راه قلتيها قليل الحوارات، غنجاوب اه ولا صافي ما كاينش مشكل. شوف انت ما تجاوبش كاع، انت لمح. مرحبا بك جواد، شخبارك؟ الحمد لله مزيان. بخير الحمد لله، الحمد لله. ما نعش مزيان، خلي سعيد مسكري يمشي ينعش شويه كنسلموا عليه. ما نعش مزيان علاش؟ كنكتب انا وطاليس. وي معروف علينا الفنانين كيباتوا بالليل يكتبوا على اساس ان الصباح كيصبحوا ناعسين. لا ماشي كاملين، ماشي كاملين، واه ما كنقولوش كاملين. مي علاش بالضبط الليل؟ الليل واش السقيل اللي كيكون فيه اللي كيعطيك لونفي باش تكتب؟ لا ما كيكون فيه ما يدار، ما كيعيطو حتى واحد يقول غادي نشربوا قهوه، ما سميتو ما كتقولش ما خاص صابوطه، ما خاص حتى شي حاجه، وخايزين لك الوغ كان انت ورقه وستيلو، ولا كان عندك ماك حاجه اخرى. يا سلام. اشنو هما الايام ديال الاسبوع اللي كتحس راسك كتكتب فيهم؟ كيجيك الاله واش اثنين ثلاثه ثلاثه اربعه خميس جمعه سبت حد؟ تقريبا حنا عندنا كاع الايام محدوده. محدوده محدوده كاملين، ما كل مره بعد مرات ما كتجيكش كاع الكتبه، مرات كتجيك كل مره. واش شوف راسي كل مره ولا كتجي بعامر تتجي صح؟ كتجي لا بلا ولا كتجي بجاي حتى هي كتجي بطبيعه الحال، واقف على ذاك هذيك المجيه ديالو، واقف على ديك الكتبه، فاكيد انك كتحصر دماغك باش تخرج شي حاجه. اليوم ما بغيناش نتكلموا على الكوميديا بشكل عام، ولكن بغينا نتكلموا على واحد الظاهره ولينا كنشوفوها مؤخرا في فيسبوك، واللي كنشوفوها في يوتيوب، واللي كنشوفوها في كاع المواقع اللي ربما الاجتماعيه ديال التواصل الاجتماعي. هذه الظاهره اللي كتعلق بانه ولاو المغاربه الان اي واحد ممكن يبيبلي يقدر يبيبلي مثلا شي جمله كيعبر من خلالها على شي اشياء، يقدر يبيبلي مثلا فيديو، يقدر يبيبلي اي حاجه. مي اللي ولينا كنشوفوا هو ان 90% من لي كومونتير اللي كيجيو من ذاك الفيديو، اللي كيجيو من ذاك من هذاك الشيء اللي كيتكتب، هو كيكون محط انتقاد، اللي هو انتقاد من اجل انتقاد، انتقاد هدام. كيقول لك يا اما كيقول لك ذاك الفيديو حامض، بالاخص الخدمه ديالكم يعني في الكوميديا، يا اما كيقول لك حامض، يا اما كيقول لك باسل، يا اما كيقول لك خويا وجهك، يا اما كيقول لك الله يعطينا وجهك. كل مره واش كلمه اللي ما كدوش سهله على ذاك اللي كيبيبلي هذاك الفيديو، فربما كتخليك حتى يرجع اللور وبعد كاع على هذاك الشيء وكتهرسو، فما عمر ما وقعت لك بعدا. لا انا ما كنكلفش دي فيديو لا في يوتيوب لا في الانترنت. هي اول حاجه هذه الظاهره كاينه من شحال هذه غير في المغرب، هاد كثرات عندنا. علاش؟ بحال شي ثيرابي بنادم، بحال كيلقى دابا اي واحد كيلوح فيديو كيولي عنده دي فان، كيولي عنده شي واحد الناس كيتجاوب معاهم، وخا يكونوا في الحياه العاديه حشومي ماشي اجتماعي وما كيهضرش مع الناس، ولكن ملي كيدخل البيت ديالو كيدير ديك الكاميرا وكيبدا تما كيلقى هذيك تما كي ممكن يبدع واحد النهار، ممكن يولي يطور هذيك الموهبه اللي عنده. هي دوبي
توجور كاينه في الامريكان في اوروب كذا تلقى ان جون ولا ان اونفون ديال 6 سنين 7 سنين كيلوح الفيديو ديالو في الانترنيت. دابا كنا كنشوفوها في يوتيوب, دابا مع الفيسبوك طورت دابا ولات سهله, وليت كتقول اللي بغيتي كتعبر, ما كاينش رقابه. سورتو كحنا عندنا الاذاعات قلال ديال التلفازه, القنوات عندنا قلال, الوغ ماشي محلولين كلشي, ما عندناش برامج ديال المواهب بزاف فهمتيني, يعني ديما كتبقى الوسيله الوحيده التلفازه في هذاك اللي ديجا ممثل ولا هذاك اللي ديجا انيماتور ولا هذاك اللي ديجا, يعني ذوك المواهب الجداد فين يبدا ديما ما بغاتش, ما يمكنش تجيب تبدا برنامج, عطيني سيفي ديالك فين غدير هاد السيفي, وليتي كتجيب لي فيو ولي جام من الانترنيت كنشوفوك شحال من واحد من الانترنيت شافك تما كيعيط عليك التلفازه. دابا التلفازه ولات كتجيبك من الانترنيت, ولات كتقدم من الانترنيت. اشنو رايك في الظاهره طاليس انت الحسيب؟ المهم كنا كنلوحوا في راديو مارس نويك دي فيديو, من بعد كنا بليسي كتلوح بوحدك دي فيديو, كاينين دي فيديو تا هما ديال اليوم دي فيديو ديال التلفازه. انتوما ما كتبوستيوش كتلوحوا؟ كنلوحوا يعني حنا كنلوحوا, حنا كنصوروا كنلوحوا. لا وريك اش حنا شي في الدوله, لا وريك اش حنا, وراه بحال تعرف في الدوله كتلوحوا كتسنى تشوف الناس شنو غادي يقولوا. يا مولانا وقعت لي طاليس, وقعت لي, ولكن انا بيني وبينك زعما بكثرة ما وقعت لصحاب اللي تنعرفهم ما بقيتش نبقي زعما مابقيتش كتخاف, ولا مابقيتش ندير فيها ما تنتسوقش الا بغينا نقولوا, تنقرا الا كان شي واحد اللي قال لي اودي فوالا راه مزيان هادي احسن ما ديرش هادي بدل هادي قول هادي احسن منك زعما انا قد بناء دين بصح, اما يقول لي حامض ولا يقول لي بازل راه ما فادني في حتى شي حاجه, حتى ذاك الكومونتير ديالو بالنسبه لي زيد ناقص, ما قال لياش شنو نبدل ولا شنو اللي ما عجبوش ولا شنو فهمتيني, دونك غير بغى يهرسني والسلام. نتفق معك واحد النقطه, عمرك كنقول انا كاع الدراري ديال الكوميديا اللي كيخدموا معايا داكشي عمرك ما تقرا لي كومونتير, عمرك ما تقراهم حيت ممكن يردوك واحد, حيت في الثقافه ديالنا هي ماشي عند كلشي خرجات بصح واحد الوقت لعبات بزاف هاد الكلمه ديال حامض وباسل, وكل اللي كيصور لك حامضه كاع وكيبوستها لك هاد لو تيرم خايب, علاش كيهرس؟ دار لهم الحامض كيهرس هما الحامض, علاش بالضبط الحامض؟ شي ملي يكون علاش بالضبط الحامض هذا؟ ملي يكون الحامض الله يمارش علاش؟ نورمالمون شحال هادي هي تشارلي تشابلن كانت المطيشه المطيشه دابا الحامض, دابا ولا الحامض. كمل لي هاد النقطه ديالك ونسول المستمعين بعد هما اللي ربنا يكون شي واحد من العلماء اللي كيسمعونا عنده الجواب ديال الحامض. كنقول سيرتو بالنسبه لهاد اللي يلاه بادين ما يقراوش لي كومونتير, هما ما يقراوش لي كومونتير, وكنقول الجمهور ما عمرك ما تقدرش تحكم عليه تقول ليه علاش ما عجبكش هذا ولا, ولكن غير شجعهم في الاول, شجعهم خليهم يخربقوا خليهم يديروا هذه الفوضى, حيت من هذه التخربيقه تخرج شي حاجه مزيانه. ونشجعهم راه حتى في العلم شحال هذه, راه شحال من مخترع راه عباس بن فرناس كان باغي يطير وضحكنا عليه. توماس اديسون 10000 محاوله باش يصوب مصباح يعني كهربائي باس بالفشل, يعني فشل فيها 10000 محاوله وقدر وصل على انه يصنع مصباح ويخترع مصباح اللي هو مصباح كهربائي. كون تصاب بالاحباط ولا بالفشل كان ممكن يبقاو في الظلمه لحد الساعه. هادي المشكل ديالنا هو حنا ما تنشجعوش بعضيات, هذا هو المشكل اللي كاين. لا دابا عرفت واش هو حسد واش هو غيره واش ما عرفتش كيفاش نصنفه, ولكن حنا ودي راه ما تنشجعوش بعضياتنا, ما تنقولوش فوالا مزيان كمل فهمتيني, واش ما كنشجعوش طور الافكار ديالك تفرج قرا بزاف ديال الحوايج, واش ما كنشجعوش بعضياتنا, ما كنبغوش بعضياتنا, ما كنشجعوش بعضياتنا غير هكاك, لان كاين انتقاد من اجل انتقاد. خصك تعرف واحد المساله, لان حتى في علم النفس اسمح لي في علم النفس كيقول لك باللي الناس اللي هما كيسلبوك الطاقه من خلال التعاليق ديالهم من خلال الانتقادات ديالهم بعد منهم, هو الشكل اللي انت قلتي لوليد الدراري اللي كتخدم بهم انهم ما يبقاوش يقراو لي كومونتير, ما يقراش لي كومونتير, لان ممكن تكون عنده طاقه سلبيه ويوقع عليه واحد الاحباط ويقول حتى واحد ما عاجبني حتى واحد ما عاجبو انايا وكيبعد, وديك الساعه غيمشي يدير حاجه اخرى وغيدفن ديك الموهبه اللي عنده. انا نبغي الناس يشاركونا في هذه الحلقه من خلال الرقم ديال الاس ام اس اللي هو 5030, ثم الاس ام اس الدرام تي تي سي, وسؤال اللي هو سؤال جوهري, علاش اي واحد ما عجبناش كنقول ليه حامض, وعلاش بالضبط الحامض؟ ف
فبعثوا لينا بالاجابه ديالكم عبر رقم الاس ام اس اللي هو 5030 ثمن الاس ام اس درهم تي تي سي. واحد الخدمه كنا كنديروها شحال هذه بدينا كنتنساوها بعض المرات طاليس هو الناس اللي هما كيسمعونا دابا واللي ما واحدين في الطريق حنا كنعرفوا بلي هاد الوقيته كيكون شويه ديال لومبوتياج وكتسوحل الشوارع كيعمروا شويه. اي مستمع كيسمعنا الان واحد فشي بلاصه يبعث لينا بالضبط شنو بلاصه واحد فيها باش نقدروا نقولوا للمستمع الاوفي اللي كيسمعونا يسلكوا شارع اخر مربان يكونوا غادي لديك نفس الشارع باش نقدروا نخففوا حتى الحركه ديال السير والجولان بالشوارع ديالنا المغربيه. اذا بعثوا لنا بالبلاصه في كاين زحام عبر الرقم ديال الاس ام اس اللي هو 5030 ثمن الاس ام اس 6 دراهم تي تي سي. بغيت نسول جواد على حتى لوك ما كنشوفوهاش غير في التلفازة. غير في التلفازه او لا في الانترنت كنشوفوا حتى في لي سبيكتاكل وبالاخص شي واحد من الدراري ديال الكوميديا مثلا اللي يلاه خرجوا محتاجين التشجيع ديال الجمهور وكيكون يلاه خدام وحنا عارفين يعني انت ولد المهنه وعارف باش يقدر يثيق في راسو اي فنان واخا يكون ما عرفت فين واصل فاش كيدخل لاسين فخمسه دقائق الاولى 10 دقائق الاولى كامله خلعه حتى من بعد باش يقدر يتمكن من العرض ويتمكن من نفسه ويتم وياخذ ثقه في نفسه ويكمل. فديك 5 دقائق 10 دقائق قدر شي واحد ينقز من الحضور ويقول حامض او لباسل فما عرفتش شنو ممكن يوقع ديك الساعه في لي ريبيتيسيون في التدريب كنخدموا على هاد كنخدموا على هاد كيفاش هذاك مثلا اللي يقول لك حامض كيفاش تولي مصدر قوه تولي مصدر قوه عندك كيفاش تضحك بها وتقلب ضحك وتشد معاه تدي وتجيب معاه في الهضره ما تاخذهاش ديما معايا بالعكس كيعطيك واحد كيعطيك فرصه ملي تخرج من هذاك الشيء ديالك وديجاجي شويه عنده وترجع لذاك الشيء ديالك اللي بغيتي. اما هي اون جينيرال ما كتوقعش راه قلت لك هدف على لي كومونتير ديال الانترنت. اما سيرسان ما كتوقعش بزاف لي سبيكتاكل ديال الدراري الاشور زعما كيدوز عندهم سبيكتاكل مزيان الناس كيضحكوا وكذا الناس اللي حضروا لذاك لو سبيكتاكل كيقولوا واو هذا وكيكتبوا دي كومونتير زوينين وانت غتعاودوا هادي وانت نديروا انت نديروا. اما دوك ديال الانترنت ما كنعرفوش كلي من وراه شي ملي كيتلاقى معك بنادم كيتلاقى معك فاس كيسلم عليك وكيقول لك هذا بعض المرات كتعجبني شي صراحه ديال شي ناس وكتكون كنتلاقى شحال من مره مع ناس كاع كبير 60 عام 50 عام 20 عام 30 كيقول لك هذا تبارك الله عجبني هذا عجبني واحد النقطه ما عجبتنيش كذا هذيك وهذه زوينه تقبلها هذه احسن من الادبيات ديال النقد هو انني على الاقل فاش كنحس بك بلي انت راك فنان كنعطي ما هو اجمل هو الاول حويجات لي زوينه فيك باش نعطيك ثقه في نفسك. هذا اللي كيف ما قال طاليس اللي باغي ينتقد نقد بناء من اجل انه يطور من داك الشيء اللي كتخدم به انت في الاول خصو يزين لك كل شيء كنتي مزيان كنتي كذا ولكن هذيك النقطه راه ما عجبتنيش الا كان ممكن تقدر دير لها بحال هكا او لا العموم عمرك ما غتعجب كاع الناس طبيعه صعب انك ترضي كاع الناس وتعجب كاع الاذواق ولكن ودي ما عجبكش واحد السيد ولا ما عجبكش واحد الفيديو دار ولا شي حاجه ماشي تهرس وتسد عليه الباب بعد تقول لي حامض ولا باسل زعما هذا الشيء راه ما ديالك سير الله يسهلك دير شي حاجه اخرى ولا شي حاجه راه تتقرب بعض الخطرات دي كومونتير راه كاين سبان راه ماشي غير باسل وحامض كاين سبان كل ما تحمل الكلمه بمعنى دونك هذا السيد هذا ملي غادي يبارطاجي معك هذا الفيديو غادي يقرا داك الكومونتير كيفاش يقدر يكمل فوالا كيفاش غادي يكمل ديما يبقى يبغي يدير شي حاجه وتيفكر لهذاك السيد اللي قال هذيك خطره سبو ولا عيرو ولا كذا يعني بعد خطره تنخرجوا على النقد وتنخرجوا تيولي سبان بحال عندي معك شي حساب. واحد السيد يعني هو صحفي معروف قال لي نهار ما يكون عاجبك نهار يجي عندك شي واحد ويقول لك اودي راك ما عاجبنيش عافاك غادي مزيان قال لي باش تهنى قال لي نهار يجي عندك شي واحد يقول لك انا ما كيعجبني فيك حتى شي حاجه انت ماشي ديال هذا الدومين انت ماشي كذا عرف راسك راك غادي مزيان نهار يكثروا عليك عباد الله ويقول لك راك مزيان وكذا وهذا خاف من راسك قال لي وحاول دير تقييم من راسك فبالنسبه لي انا خلطه اللي هي مزيانه خصها تكون في بعض الاحيان خصنا نديروا انتقاد لنفوسنا ونكونوا على الاقل واش راضيين على راسنا ولا مزيان انا متفق معك في الثانيه انه ملي يقول لك كل شيء يقول لك راك غادي مزيان راك عجبتيني هذيك خاف على راسك ديك الساعه ولكن ملي يقول لك ما عجبتينيش كاع راه ما كتعجبني فيك حتى شي حاجه راه تقدر تكون خاص تراجع راسك شويه هذه ملي كيهضر معك ولكن ما قالها لك دابا خاوي ما فعل
ما عرفتيش شنو فيها ما قالش لك شنو ما عجبوش ولا شنو الزوين فيك ولا هكا جو سامبلوم راه بحال الحامض و انا حنا سولنا الناس على الحامض بداو كيجاوبونا اس ام اس كيقول خويا علاش الحامض الحامض حيتاش مني كناكلو كيعوج الفم كتعوج فمك فاش كناكلو زعما اس ام اس كيقول انا واحل في كازا كامله ياك اخويا وانا خديت ملكي خاوي ما عرفناش ديجا اس ام اس اخرين غادي نقراوهم ان شاء الله من بعد ما نشوف فاصل اشهاري ونرجعوا بعد دائما عبر اثير راديو مارش دائما ضيفنا نهار اليوم جواد الكرويسي كنهضروا على موضوع اليوم مهم جدا علاش المغاربه كاملين تقريبا ماشي كاملين البعض من المغاربه اللي ما بقات عجبهم حتى شي حاجه ولاو كينتقدوا من اجل النقد وما كاينش شي سبب للنقد اللي يقدر ان الانسان يسمعه ويقدر يطور راسه من خلاله غادي نكملوا في هذا الموضوع بعد ما نشوف فاصل اشهاري ونرجعوا بعد بقوا معنا إذن رجعنا من جديد مستمع الكرام ودائما عبر أثير راديو مارس اس ام اس كيقول بونسوار طاليس موزين بدو بير جديد اللي كينتقد المواهب وممكن هو مريض وكينتقدو وخصو يشوف راسو يمكن هو ما كيعرف يدير والو دائما استقبال رسائلكم قصيره عبر رقم الاس ام اس 53 تم الاس ام اس الدرهم تي سي يلا اكشواليزي تشري قال لك رضوان من فاس حنايا الحاجه اللي ما لحقناهاش تنقولوا حامضه فوالا تعبير اخر كاين هذا الاخر اللي كيبغيو يقولوا سلام خويا زهير وطاليس والكرويتي انا راني حاصل في واحد الفصاله ما بغاتش تصلح شنو تصلح والباترون باغيها عزيز الثوني عزيز الثوني في صالة ما بغاتش تسلع سالة في صالة خياطة خياطة بغيت سالة والباترون باغيها عزيز دو تاونات واحد القضية اللي ما فهمتهاش علاش تاونات فيها أكبر عدد ديال الخياطة في المغرب بصح احنا بزاف ديال الناس كيتصلوا بينا من تنتوناس المهنه ديالهم خياطه كنسلموا عليهم ومكرهناش فيستيفال كبير ديال الخياطه مع العلم انه مدينه تنتوناس ما فيهاش يعني ما فيهاش زعما شي حاجه تقليديه اللي معروفه في الخياطه بحال مثلا فاش كنقولوا وزان كنقولوا الجلابيه الوزانيه مناطق اخرى كل من طاح عندها ولكن تنتوناس واخا فيها الخياطه ما فيهاش شي ولكن كاع داك الشيء مثلا اللي كيتخيط في فاس القدام ديال كازا راه كلهم تنتوناس هذاك الدراري سلام هذا نبيل الغرباوي من كازا تحيه لكم والضيف ديالكم كيقولوا احمد حامض كيقولوا حامض حيت صعب المذاق صعب المذاق ما فهمتش الميساج زعما ديال لا ما فهمتش الميساج ديال داك الفيديو اللي كيتفرج فيه اليسير محبوسه كومبليتمون يسير كازا جو سوي بلوكي على الانتيريور دو ترام مهدي دو كازا سلام خوتي كاين زحام في الحمام ديال في الحمام ديال الياس دو كازا صحا كخويا الاثنين سير لحد لا مزيان بالعكس تينا كتكون الدنيا خاويه هذا مريقل حق يراد به ولكن دول دربكم كلهم مريقلين سلام حيت الحامض ديفيسيل افالي والعجيب شي حاجه زوينه كيقولوا عليها خامجه نبيله دو كازا وي شي انتقاد اللي كاين في المغرب الحاجه اللي هي واعره وزوينه كنقولها خامجه هذا الفيديو هذا زعما واعر فهمتيني والسيترون زعما الحامض مزيان عنده فوائد صحيه عنده كذا كنحطوه في اي حاجه خايبه كنقولوا راه حامض ولكن راه كيضعف القلب ما كيحيد حتى الانرجي كيحيدها اخا اسمح لي اس ام اس كيقول ايوا هذاك اللي قرينا قبيله بونسوار طاليس كتسلم عليك لاله زين سلم عليك طاليس نعم ديما كنلقاكم في الاتجاه المعاكس وانا بعدا كنحماق عليك طاليس الله يحفظك اللي كيبغيو يهرسوا الناجحين هما اصلا فاشلين وما عندهمش ذوق ما كاملش الميساج خوك في حرف عدوك هو اللي تيبغي يحمض عليك والدافع هو الحسد والنفاق ربما كاين دابا اللي كيديرها بسوء نيه جات معاه علاش لانه هو عنده نيه مبيته باش يهرسك ولكن باش تكون مرض انت ما عارفوش
هذاك هو الخطير في الامر، هو انك قبل ما تشوف كاع الفيديو تكتب حامض او لا تشوف فيديو ودير حامض. الناس اللي دايرها بسوء نيه ماشي مشكل، هذاك هو كاك داير دايرها بسوء نيه بغى يهرسك. معنا ايكو، ايكو فنان اللي الانترنت كان كان فالخير عليه. واش باقي فالخير عليه ولا لا؟ هادشي اللي غادي نعرفوا معاه، لان الموضوع ديال الحلقه ديالنا مولي فيديو اللي كنلوحوا بعض الناس كي يعني ولات ما عجبهم حتى شي حاجه، ولاو كيلوحوا شي كلام اللي يقدر يهرس اي فنان ربما كيسمعنا اللحظه، واللي هو كيتعامل مع الفيسبوك ومع يوتيوب ومع هاد المواقع ديال التواصل الاجتماعي بدرجه اللي هي كبيره، وممكن يقرا حامض او لباس او لا او لا اي حاجه من هذا القبيل، هذا ممكن انه يوقع لي واحد الاحباط الداخل ويبعد. ايكو مرحبا بك. السلام عليكم. اش اخبارك سيدي؟ الله يحفظك عليك اختي. شكرا 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 على هاد التويله هادي. كلشي بخير؟ الله يلا من الحامدين الشاكرين. الحمد لله. كي دايره مراكش؟ اخويا الله يلا بخير. كاين واحد شويه ديال السما صافي ولكن البرد شويه كبر. ما صافيش. وقت جديد ولكن ما عرفتش. ايكو معنا معنا جواد الكرويتي ومعنا طاليس، واليوم موضوع الحلقه هما لي فيديو اللي كيكونوا في مواقع يعني التواصل الاجتماعي، واللي ولات واحد الظاهره عند البعض يعني في المغاربه انهم ما بقات عجبهم حتى شي حاجه، ولاو كيلوحوا انتقاد اللي هو انتقاد هكاك بلا ما يقول لك علاش انتقدتك بلا والو. مثلا ممكن غدا ايكو يلوح فيديو وتلقى حامض او لباسل او لا توصل للشتمه يعني ديال العائله او لا ديال الاهل او لا شخصك بهكاك من اجل انتقاد بلا ما يقول لك علاش انتقدتك. فواش عمره وقعت لك ايكو؟ هذا ماشي ضروري توقع لاي واحد، لان الناس عندهم اراء وتختلف الاراء ديالهم وعندهم اذواق ما يمكنش نناقشهم حنا كفنانه ولا حنا كصناع الابتسامه ولا كمغنيين ولا كمسرحيين ولا غادي تبني فيلا غادي يجي واحد يقول لك ما عجبنيش هذا الكول اللي درت في هذه البلاصه وهذه ما درتش فيها. كل كيبقى عنده حريه التعبير الشخصيه، ولكن صحيح ولا ما صحيحش هذا هو فين حنا. واش هذاك الشيء باس ولا ما باس؟ تقدر انت تكون كاعي تقدر تجي تفرج وانت ما مرتاحش نفسيا من الداخل ما يعجبكش، بحال انت شتي تنجوع ديال الفوتبول وتتحماق على الكره، ومنين تمشي تلعب واحد الماتش مثلا تبغي تلعب واحد الماتش في الكره ما عندكش الطبيعه ما تتماركيش مع لا جانبك تيقول لك ما لعبتيش اصاحبي تقول له ارتحت ولا انا تتولي تتشجع تسال راسك من بعد ملي تتفرج شي واحد ما لقيتش ازاي السؤال اللي هو كذلك انا تقول انا ما كنتش مرتاح. كيف انت لو كنت فاش كنت تتفرج لا فيديو ما كنتيش مرتاح؟ وكاينه واحد القضيه عند حنايا في الحياه اليوميه ديالنا، الا فات شي واحد قال فيك شي كلمه الاخر تيعتقدها بانها صحيحه يقدر يقول لك اخويا هذيك ما عنديش معاه فيه العياقه ولا تيكثر على راسه ولا فنان ولا هذاك الاخر احسن منه راه هضرت ليه وشفت الناس تغوط عليه والجمهور ديالو بغاه وهذا. تقول انت واخد واحد الصوره اللي ما شفتيهاش، وهذا مشكل في المغرب ان بنادم تيتبع واحد تيتبع الراي ديالو واحد ما تيشتتش الراي ديالو. كيف الا قدرتي تفرج واحد الانسان وما عجبكش راه ماشي ما عجبكش حيت هو خايب، راه عجب واحد اخر. كيف ماشي انت اللي تنتسناك مثلا تيتسناك هذاك السيد انك تعجبه هو تيدير واحد الحاجه والكمال والله. ايكو قلبو عامر ما سكتش. ايكو على هذا الحساب على انا ما عندي حتى مشكل انايا اي واحد بغى يقول فيا شي حاجه هذاك حريه الراي تنحترمهم جدا. الا تلقى معك شي واحد وقال لك اخو ما تعجبنيش تنقول له شكرا لك بزاف لانك فرحتيني ولا هذا الحمد لله ما عرفتش واحد قالها لي انا قالها شي واحد تيقولها لي بصح. دابا ايكو بغيت نسولك وجاوبني بصراحه، الشكل اللي كنتي كتلوح به لي فيديو كوميكونس مع زهير علوان طاليس وتيكوتا اذا رجعنا من جديد مستمعي الكرام ودائما عبر اثير راديو مارس. اس ام اس كيقول بونسوار طاليس موزين نبداو بير جديد اللي كينتقد المواهب وممكن هو مريض وكينتقدو وخصو يشوف راسو يمكن هو ما كيعرف يدير والو. دائما في استقبال رسائلكم القصيره عبر رقم الاس ام اس 53 ثمن الاس ام اس الدرهم 3 يلا اكشواليزي تشتري. قال لك رضوان من فاس حنايا الحاجه اللي ما لحقناهاش تنقولوا حامضه. فوالا هذا بالتعبير الاخر كاين هذا الاخر اللي كيبغيو يقولوا. سلام خويا زهير وطاليس والكرويتي، انا راني حاصل في واحد الفصاله ما بغاتش تصلح. شنو تصلح؟ والباترون باغيها عزيز دوتاون فصاله ما بغاتش تسلا سالا فصاله كي خياط خياط ما بغاتش تسلا والباترون باغيها عزيز دوتاونات. واحد القضيه اللي ما فهمتهاش علاش تاونات فيها اكبر عدد ديال الخياطه في المغرب بصح
حتى حنا بزاف ديال الناس كيتصلوا بينا من ناس المهنه ديالهم خياطه كنسلموا عليهم وما كرهناش فيستيفال كبير ديال الخياطه مع العلم انه مدينه تونس ما فيهاش يعني ما فيهاش زعما شي حاجه تقليديه اللي معروفه في الخياطه بحال مثلا فاش كنقولوا وزه كنقولوا الجلابيه الوزانيه مناطق اخرى كل منطقه عندها ولكن تونس واخا فيها الخياطه ما فيهاش شي ولكن كاع داك الشيء مثلا اللي كيتخيط في فاس القدام ديال كازا راه كلهم تونس هذاك الدراري الخياطه سلام هذا نبيل الغرباوي من كازا تحيه لكم والضيف ديالكم كيقولوا احمد حامد كيقولوا حامد حيت صعب المذاق صعب المذاق ما فهمتش الميساج ما فهمش الميساج وما فهمش الميساج لا ما فهمش الميساج ديال داك الفيديو اللي كيتفرج فيه اليسير محبوسه كومبليتمون يسير كازا je suis bloqué à l'intérieur du tram Mehdi de Casa سلام خوتي كاين زحام في الحمام ديال الياس دو كازا صحاب كخويا الاثنين سير لحد لا مزيان بالعكس تينا كتكون الدنيا خاويه هذا مريقل حق يراد به ولكن ولاد دربكم كلهم مريقلين سلام حيت الحامض ديفيسيل افالي افالي والعجيب شي حاجه زوينه كيقولوا عليها خامجه نبيله دو كازا وي شي انتقاد اللي كاين في المغرب الحاجه اللي هي واعره وزوينه كنقول لها خامجه هذا الفيديو هذا زعما واعر فهمتيني والسيترون زعما الحامض مزيان عنده فوائد صحيه عنده كذا كنحطوه في اي حاجه خايبه كنقول راه حامض ولكن راه كيضعف القلب ما تيحيد حتى الانرجي تيحيدها اخا اسمح لي اس ام اس كيقول ايوا هذاك اللي قرينا قبيله بونسوار طاليس كتسلم عليك لاله زين سلم عليك طاليس نعم ديما كنلقاكم في الاتجاه المعاكس وانا بعدا كنحماق عليك طاليس الله يحفظك اللي كيبغيو يهرسوا الناجحين هما اصلا فاشلين وما عندهمش ذوق ما كاملش الميساج خوك في حرف عدوك هو اللي تيبغي يحمض عليك والدافع والحسد والنفاق والنفاق ربما كاين دابا اللي كيديرها بسوء نيه جات معاه علاش لانه هو عنده نيه مبيته باش يهرسك ولكن باش تكون مرض انت ما عارفوش هذاك هو الخطير في الامر هو انك قبل ما تشوف كاع الفيديو تكتب حامض او شفت الفيديو ودير حامض الناس اللي دايرها بسوء نيه ماشي مشكل هذاك هكاك داير دايرها بسوء نيه بغى يهرسك معنا ايكو فنان اللي الانترنت كان في الخير عليه واش باقي في الخير عليه ولا لا هادشي اللي غادي نعرفوا معاه لان الموضوع ديال الحلقه ديالنا مولي فيديو اللي كنلوحوا بعض الناس يعني ولات ما عجبهم حتى شي حاجه ولاو كيلوحوا شي كلام اللي يقدر يهرس اي فنان ربما كيسمع على اللحظه واللي هو كيتعامل مع الفيسبوك ومع يوتيوب ومع هذه المواقع ديال التواصل الاجتماعي بدرجه اللي هي كبيره وممكن يقرا حامض او لباس او لا اي حاجه من هذا القبيل هذا ممكن انه يوقع عليه واحد الاحباط الداخل ويبعد ايكو مرحبا بك السلام عليكم اش اخبارك سيدي الله يحفظك على اختي شكرا على هذه الولاده كلشي بخير الله يلا من الحامدين الشاكرين الحمد لله كي دايره مراكش اخويا الله يلا بخير كاين واحد شويه ديال السما صافي ولكن البرد شويه ما صافيش جديد ولكن ما عرفتش ايكو معنا جواد الكرويتي ومعنا طاليس واليوم موضوع الحلقه هما لي فيديو اللي كيكونوا في مواقع يعني التواصل الاجتماعي واللي ولات واحد الظاهره عند البعض يعني في المغاربه انهم ما بقات عجبهم حتى شي حاجه ولاو كيلوحوا انتقاد اللي هو انتقاد هكاك بلا ما يقول لك علاش انتقدتك بلا والو مثلا ممكن غدا ايكو يلوح فيديو وتلقى حامض او لباسل او لا توصل للشتمه يعني ديال العائله او ديال الاهل او لا شخصك بهكاك من اجل انتقاد بلا ما يقول لك علاش انتقدتك فواش عمره وقعت لك ايكو هذا ماشي ضروري توقع لاي واحد لان الناس عندهم اراء وتختلط الاراء ديالهم وعندهم اذواق ما يمكنش نناقشهم حنا كفنانه ولا حنا كصناعين ابتسامه ولا كمغنيين ولا كمسرحيين ولا غادي تبني فيلا غادي شي واحد يقول لك ما عجبنيش هاد لاكول درتي في هاد البلاصه وهذه ما درتيش فيها كل كيبقى عنده حريه التعبير الشخصيه ولكن صحيح ولا ما صحيحش هذا هو فين وحنا واش هذاك الشيء باس ولا ما باسش تقدر انت تكون كاعي
تقدر تجي تتفرج وانت ما مرتاحش نفسيا من الداخل ما يعجبكش. بحال ما انت شتي تانجو ديال الفوتبول وتتحماق على الكره ومنين تمشي تلعب واحد الماتش مثلا تبغي تلعب واحد الماتش ديال الكره ما عندكش الطبيعه ما تتماركيش ما على جانبك تيقول لك ما لعبتيش اصاحبي تقول له ساعات ولا انا تولي تتوجع تسال راسك من بعد ملي تتفرج شي واحد ما لقيتش ازاي السؤال اللي هو كذلك انا تقول انا ما كنتش مرتاح كيف انت الوقت فاش كنتي تتفرج في الفيديو ما كنتيش مرتاح. وكاينه واحد القضيه عندنا حنايا في الحياه اليوميه ديالنا الا فتت شي واحد قال فيك شي كلمه الاخر تيعتقدها بانها صحيحه يقدر يقول لك اخويا هذيك ما عنديش معاه فيه العياقه ولا تيكثر على راسه ولا فنان ولا هذاك الاخر احسن منه راه حضرت ليه وشفت الناس تغوط عليه والجمهور ديالو بغاه وهذا تقول انت واخد واحد الصوره اللي ما شفتيهاش. وهذا مشكل في المغرب ان بنادم تيتباع واحد تيتباع الراي ديالو واحد ما تيشتتش الراي ديالو كيف الا قدرتي تفرج واحد الانسان وما عجبكش راه ماشي ما عجبكش حيت هو خايب راه عجب واحد اخر كيف ماشي انت اللي تنتسناك مثلا تيتسناك هذاك السيد انك تعجبه هو تيدير واحد الحاجه والكمال والله ايكو قلبو عامر ما سكتش ايكو على هذا الحساب على هذا انا ما عنديش ما عندي حتى مشكل انايا اي واحد بغى يقول فيا شي حاجه هذاك خويا رئيس الراي تنحترمهم جدا الا تلقى مع شي واحد وقال لك اخو ما تعجبني تنقول له شكرا لك بزاف لانك فرحتيني ولا هذا الحمد لله ما عرفتش واحد قالها لي انا قالها شي واحد تيقول لي بصح دابا ايكو بغيت نسولك وجاوبني بصراحه الشكل اللي كنتي كتلوح كوميكونس مع زهير علوان باليز وتيكوتا اذا رجعنا من جديد مستمعي الكرام ودائما عبر اثير راديو مارس اس ام اس كيقول بونسوار طاليس موزين نبداو بير جديد اللي كينتقد المواهب وممكن هو مريض وكينتقدو وخصو يشوف راسو يمكن هو ما كيعرف يدير والو دائما استقبال رسائلكم القصيره عبر رقم الاس ام اس 53 تم الاس ام اس الدرهم 3 يلا اكشواليزي تشريف قال لك رضوان من فاس حنايا الحاجه اللي ما لحقناهاش تنقولوا حامضه فوالا هذا بالتعبير الاخر كاين هذا الاخر اللي كيبغيو يقولوا سلام خويا زهير وطاليس والكرويتي انا راني حاصل في واحد الفصاله ما بغاتش تصلح شنو تصلح والباترون باغيها عزيز دستوني فصاله ما بغاتش تسلا سالا فصاله كي خياط خياط ما بغاتش تسلا والباترون باغيها عزيز دستونات واحد القضيه اللي ما فهمتهاش علاش تاونات فيها اكبر عدد ديال الخياطه في المغرب بصح احنا بزاف ديال الناس كيتصلوا بينا من تنتوناس المينا ديالهم خياطه كنسلموا عليهم كنسلموا عليهم ومكرناش فيستيفال كبير ديال الخياطه مع العلم انه مدينة تونس ما فيهاش يعني ما فيهاش زعما شي حاجه تقليديه اللي معروفه في الخياطه بحال مثلا فاش كنقولوا وزه كنقولوا الجلابيه الوزانيه مناطق اخرى كل منطقه عندها ولكن تونس واخا فيها الخياطه ما فيهاش شي ولكن كاع داك الشيء مثلا اللي كيتخيط في فاس القدام ديال كازا راه كلهم تونس هذاك الدراري سلام هذا نبيل الغرباوي من كازا تحيه لكم والضيف ديالكم كيقولوا احمد حامض كيقولوا حامض حيت صعب المذاق صعب المذاق ما فهمتش الميساج ما فهمتش الميساج وما فهمتش الميساج زعما ديال لا ما فهمتش الميساج ديال داك الفيديو اللي كيتفرج فيه بوان اليسير محبوسه كومبليتمون يسير كازا جو سوي بلوكي على انتيريور دو ترام مهدي دو كازا سلام خوتي كاين زحام في الحمام ديال في الحمام ديال الياس دو كازا صحا خويا خويا الاثنين سير لحد لا مزيان بالعكس تينا كتكون الدنيا خاويه هذا مريقل حق يراد به ولكن ولاد دربكم كلهم مريقلين سلام حيت الحامض ديفيسيل افالي افالي والعجيب شي حاجه زوينه كيقولوا عليها خامجه نبيله دو كازا وي شي انتقاد اللي كاين في المغرب الحاجه اللي هي واعره وزوينه كنقول لها خامجه هذا الفيديو هذا زعما واعر فهمتيني والسيترون زعما الحامض مزيان عنده فوائد صحيه عنده كذا كنحطوه في اي حاجه خايبه كنقول راه حامض ولكن راه كيضعف القلب ما تيحيد حتى الانرجي تيحيدها اخا اسمح لي اس ام اس كيقول ايوا هذاك اللي قرينا قبيله بونسوار طاليس كتسلم عليك لاله زين سلم عليك طاليس نعم ديما كنلقاكم في الاتجاه المعاكس وانا بعدا كنحماق عليك طاليس الله يحفظك اللي كيبغيو يهرسوا الناجحين هما اصلا فاشلين وما عندهمش ذوق ما كاملش الميساج خوك في حرف عدوك هو اللي تيبغي يحمض عليك والدافع والحسد والنفاق
ربما كاين دابا اللي كيديرها بسوء نيه جات معاه. علاش؟ لانه هو عنده نيه مبيته باش يهرسك، ولكن باش تكون مرض انت ما عارفوش هذاك هو الخطير في الامر، هو انك قبل ما تشوف كاع الفيديو تكتب حامض او لا تشوف فيديو ودير حامض. الناس اللي دايرها بسوء نيه ماشي مشكل، هذاك هكاك داير دايرها بسوء نيه بغى يهرسك. معنا ايكو فنان اللي الانترنت كان في الخير عليه. واش باقي في الخير عليه ولا لا؟ هادشي اللي غادي نعرفوا معاه، لان الموضوع ديال الحلقه ديالنا مولي فيديو اللي كنلوحوا بعض الناس يعني ولات ما عجبهم حتى شي حاجه، ولاو كيلوحوا شي كلام اللي يقدر يهرس اي فنان ربما كيسمع على اللحظه، واللي هو كيتعامل مع الفيسبوك ومع يوتيوب ومع هذه المواقع ديال التواصل الاجتماعي بدرجه اللي هي كبيره، وممكن يقرا حامض او لباسل او لا اي حاجه من هذا القبيل. هذا ممكن انه يوقع عليه واحد الاحباط الداخل ويبعد. ايكو مرحبا بك. السلام عليكم. اش اخبارك سيدي؟ الله يحفظك لي اختي. شكرا على التويلات. كلشي بخير الله يلا من الحامدين الشاكرين. الحمد لله. كيدير مراكش اخويا؟ الله يلا بخير. كاين واحد شويه ديال السما صافي، ولكن البرد شويه كبر. ما صافيش جديد، ولكن ما عرفتش. ايكو معنا جواد الكرويتي ومعنا طاليس، واليوم موضوع الحلقه هما لي فيديو اللي كيكونوا في مواقع يعني التواصل الاجتماعي، واللي ولات واحد الظاهره عند البعض يعني في المغاربه، انهم ما بقات عجبهم حتى شي حاجه، ولاو كيلوحوا انتقاد اللي هو انتقاد هكاك بلا ما يقول لك علاش انتقدتك بلا والو. مثلا ممكن غدا ايكو يلوح فيديو وتلقى حامض او لباسل او لا توصل للشتمه يعني ديال العائله او ديال الاهل او لا شخصك بهكاك من اجل انتقاد بلا ما يقول لك علاش انتقدتك. فواش عمره وقعت لك ايكو؟ هذا ماشي غتوقع، هذا ضروري توقع لاي واحد، لان الناس عندهم اراء وتختلط الاراء ديالهم وعندهم اذواق ما يمكنش نناقشهم حنا كفنانه ولا حنا كصناعين ابتسامه ولا كمغنيين ولا كمسرحيين ولا غادي تبني فيلا غادي شي واحد يقول لك ما عجبنيش هذا الكول اللي درتي في هذه البلاصه وهذه ما درتيش فيها. كل كيبقى عنده حريه التعبير الشخصيه، ولكن صحيح ولا ما صحيحش هذا هو فين حنا. واش هذاك الشيء باس ولا ما باس؟ تقدر انت تكون كاعي، تقدر تجي تفرج وانت ما مرتاحش نفسيا من الداخل، ما يعجبكش بحال انت شي تانجو ديال الفوتبول وتتحماق على الكره، ومنين انت تمشي تلعب واحد الماتش مثلا تبغي تلعب واحد الماتش ديال الكره ما عندكش الطبيعه ما تتماركيش، ما على جانبك تيقول لك ما لعبتيش اصاحبي تقول له ساعات ولا هنا تولي تتوجه السؤال لراسك. من بعد ملي تتفرج شي واحد ما لقيتش ازاي السؤال اللي هو كذلك، هنا تقول انا ما كنتش مرتاح. كيف انت الوقيته فاش كنتي تتفرج لا فيديو ما كنتيش مرتاح؟ وكاينه واحد القضيه عندنا حنايا في الحياه اليوميه ديالنا، الا فات شي واحد قال فيك شي كلمه الاخر تيعتقدها بانها صحيحه، يقدر يقول لك اخويا هذيك ما عنديش معاه فيه العياقه ولا تيكثر على راسه ولا فنان ولا هذاك الاخر احسن منه ولا حضرت ليه وشفت الناس تغوط عليه والجمهور ديالو بغاه وهذا، تقول انت واخد واحد الصوره اللي ما شفتيهاش. وهذا مشكل في المغرب، ان بنادم تيتبع واحد تيتبع الراي ديالو واحد ما تيشتتش الراي ديالو. كيف الا قدرتي تفرج واحد الانسان وما عجبكش راه ماشي ما عجبكش حيت هو خايب، راه عجب واحد اخر. كيف ماشي انت اللي تنتسناك مثلا تيتسناك هذاك السيد انك تعجبه، هو تيدير واحد الحاجه والكمال والله. ايكو قلبو عامر ما سكتش. ايكو على هذا الحساب على هذا انا ما عندي حتى مشكل انايا، اي واحد بغى يقول فيا شي حاجه هذاك حريه الراي تنحترمهم جدا. الا تلقى مع شي واحد وقال لك اخو ما تعجبني تنقول له شكرا لك بزاف لانك فرحتيني ولا هذا، الحمد لله ما عرفتش واحد قالها لي، الا قالها شي واحد تيقول لي بصح. دابا ايكو بغيت نسولك وجاوبني بصراحه، الشكل اللي كنتي كتلوح به لي فيديو شحال هذه واللي وصلك للشهره، واش هو باقي يعني باقي كتبوستيهم بهذا الشكل اليوم يعني بالشكل اللي كان قبل؟ ايكو لا ما تقدرش باقي ديرهم لانه ما عرفتش كيفاش نقول لك، ولكن انا عندي جديد على الفيسبوك غادي نحطو ولكن بطريقه احترافيه. نعم. الحمد لله غادي نتمشي للقدام، هو ماشي هذا الاسم ديال ايكو ماشي حتى الفيسبوك عاد الان ولا قبل من الفيسبوك، راه دار شي ستيلات وهذا وكما ترى طاليس في راسه كل شيء، كنا تنتسناو غير لو كادغومون، غير يجينا شي كادر فيه 4 كي بوان ويحطنا كاميرا ويخليني نهضر بحال كنت نتسنى الفرصه. الله سبحانه وتعالى قرر باش هذيك الفرصه كتبها لي انها تكون في الفيسبوك وتبدا لي انطلاقه من تماك وكانت مزيانه. انا ما كنبداش نهتم بالفيسبوك ولا غادي ندير فيه ولا شي حاجه كنخاف على شي تندير، لان ربما كنا تنديروا صورات وداك الشيء الناس كيديروا لي شي تدير شي حاجه اللي تبارك الله زوينه وهذا، طبعا كتحس بانك كيضحكوا لك الناس بزاف ولا تيقول لك انت صاحبي ملي كدير هذه الافكار، اذا كانوا اراء كانت خصنا هي التلفزه باش يشوفني
جميع المغرب كامل. نعم عندك لي شي حاجه جواب والفيسبوك تفضل. لا هو ديك الطريقه كون بغيت نصاوب ليها ما نعرفش نصاوب ليها هذاك الشيء تكبر. كون انا بغيت ندير نتيجه اولى لعبت مع جمال الدبوس قبل من الفيسبوك درت هذاك اللي دايرها وذاك اللي دايرها هذا الشيء تبقى زعما قدر ما عرفنا. نعم ايكو كتب عليك انك تشهر من تم. ايكو معك 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 جواد كرويتي معك جواد كرويتي بغى يقول لك شي حاجه. مرحبا ايكو تبارك الله عليك بعدا تبارك الله عليك متفق معك داكشي اللي كنا كنقول قبيله كنقول لك راه دابا الانترنت ولا غير متنفس حيت قلت لك ما عندناش القنوات بزاف اللي تقدر اللي كيمثل خاصو يكون ممثل اللي هذا خاص ديما انسافي ولا بغيتي يلاه تبدا صعيب ما عندناش برامج ديال المواهب ما كنطلعوش واحد الجاي جديد الوغ الانترنت جا هو المتنفس جا المتنفس اللي دخل بالخير اللي دخل بالخير على اللي دابا عندنا واحد بحال ايكو وعندنا واحد اخر ولا دخرا في دي دومين اخرين طالعين راه صافي بليزير غير واحد بغيت نسولك ايكو الله يرحم باك الله يرحم باك ايكو ايكو بغيت تسلف تطلب ايكو بغى يسولك جواد من اللي عيطوا لك دابا اش كنتي كدير بالضبط؟ انا ريت ما اخو كنت نضرب واحد لاصالة ديال العالم عرفتي داخل فيها في واحد البلاصه قلت مراكش وتنعطيها صافي خمنش 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 وغادي بين تريني بين ندير السبور ديالي السبور ديالك فين خليتي السبور فين انا غادي ندير دابا سميتو رياضة العينين سير اسيدي بارك الله عليك ايكو نعاودو والله ما غادي ندير بالله انا غادي غير غادي اختارت الجمهور الكريم بان السبور مهم وحق الله انا تلعبت ثلاث المرات في السيمانه ضروري العاج هي ديال التحف انا للاسف في النادره تلعب معهم مرات تنزكيو الماتشات مثل ما باريس مثلا هذوك اللي تخيبي كنزكيو انا كنخيب سير تلعب الكره ترسل كيشنا ونهاري ونهار بلا تنزكيو بيب 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 سالينا اخويا ايكو ايكو اسمح لينا والله ما نعاود سالينا اخويا ايكو اللي عندك شي كلمه الناس اللي كيسمعونا هي باش نختموا ديالك قول لي بغيتي ياكل خليك تاكل تنطلقوا بالصحه والراحه ان شاء الله بالصحه والراحه يلا غادي نسلموا عليك ايكو يعني فنان اللي هو انا كنعترف بفنان حقيقي انا تنحترم المجهود اللي تيدير شي مجهود انا تنحترمه اللي واحد اللي تيفيق ولا تيعصر دماغه وتيجلس تيخطط في الورق وتيكتب وتيتقاتل مع راسه باش تحط شي فكره مزيانه ديجا هذا المجهود اللي دار تيحترم فهمتي ولا ما نجيش انا نهرس ونقول لي حامد ولا نقول لك انا واحد القضيه كتجيني زعما يا ربي تسمح لي كتجيني كون كان مايكل جاكسون في المغرب ما كانش غيكون مايكل جاكسون ما يصدقش بوب مارلي ما كانش غيكون بوب مارلي ما يصدقش ما يصدقش انا نقول صعيب كون قالوا هاك اش هاد التخربيق اش هاد الشطيح كيدير هذا باسل هذا واش هاد الشيء ما كيحترم حتى واحد الا البسال هذه واه التلفازه تا مولا كيدوزوا لنا التخربيق والله العظيم فهمتي هذا واقع ما نقدروش نهربوا منه ما نقدروش نهربوا حنا تنستنيو ولكن ديما استثناء شوف حنا كنستنيو شوف طاليس حنا كنستنيو غير باش نكونوا مزيانين حتى مع الناس اللي كيسمعوا واحد القضية أخرى أقسم بالله إلى الجمهور المغربي جمهور ذواق هذه مفروغ منها كاع المجالات المغاربة معروفين بالذوق الرفيع ديالهم كنقول في كاع المجالات زعما شفنا مع ترى علاش أصعب جمهور تضحكوا هو المغاربة راه صعيب ما عرفتش انا كيفاش كتشتغلوا على دوك لي سكاتش ما زعما انا كنقول مجهود كبير وتفكير كبير لان وليتي كتفكر واش غيضحكوا لي ولا ما غيضحكوش اكثر ما انك تفكر في الفكره اللي غادي تشتغل عليها وكتولي رد البال مع الجمهور المغربي كجمهور استثنائي في العالم كامل كجمهور استثنائي في العالم كامل كتقول هو هو تخدم وتصاوب وتقاد وكيبقى عندك واحد الهم ديال 50% واش غيقبلوه لي ولا ما غيقبلوش وبقى عاجبك اكزاكتومون كيبقى اذواق اذواق وكيبقى عاوتاني نقول لك واحد خدمنا مع بزاف خدمنا مثلا مع دير سكيتش بالفرونسي ياك جاتنا سهله شيء سهل من خدمنا بالدارجه خدمنا مع المصريين بالمصري عرفتي سهل الضحك بالمصريين دغيا فاسيل بحال جغمه الماء فوالا سهله خدم مثلا كان واحد الوقت كنخدم مع يوسف البركاني بديك لاكسون بحال الجزائريه بحال كتجي زوينه كتقل شويه ديك الهضره وكت هذيك لاكسون كتجي سهله زوينه تخدم بها
الدارجه حتى المغربي ديالنا راك تهضر مع المغاربه لان كاع القوالب اللي غادي تضحك بهم المره عندك جمع راسك مع ناس يا ضحكنا يا سي مولاي الجمهور المغربي مقياس الا ضحكوا لك المغاربه صافي راه فين ما مشيتي تضحك فين ما مشيتي يضحكوا لك والعكس عاوتاني عاوتاني الا نجحتي ايوغ الا نجحتي برا المغرب كتنجح اوتوماتيكمون كتجي بيان فون بيان فون كنتقبلوك واخا ما عرفناكش اش درتي ولا كذا سمعنا بك راك دير ضجه ودير كذا كذا صعيب انك تبان من هنايا حنا بغينا ما يمكنش تمشي ونتغربوا عاد باش نرجعوا للمغرب وعاد باش نحسوا براسنا مرحب بينا وعندنا مكانه في الوسط الفني علاش لا ما نكونوش من هنا نبداو ونثبتوا الوجود ديالنا من هنايا وكما قلنا الخياطه في تاوناج هي مساله اللي مهمه لا حتى ما عرفتش ربما اللي كيسمعونا دابا وفي هاد السنوات الاخرى غيكونوا متفقين معايا في واحد المساله هو ان النوعيه ديال الضحك تبدلات عند المغاربه والنوعيه ديال الكوميديين كذلك كنعيشوا مع 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 بدايه ديال بدايه ديال الكوميديا جديده في المغرب كوميديا جديده في المغرب مع فنانين يلاه بانوا اولا فنانين حتى خطروا مزيان من خلال الدراسه ديالهم وكذا عاد باش ولا عاد باش ولينا كنشوفوا ولينا كنشوفوا حويجات اللي فريمون كتضحك والدليل هو اننا ولينا كنشوفوا اعمال فنيه كوميديه ولات كتحقق نسب ليا عاليه حنا ولا عندنا دابا المعيار اننا نعرفوا هذا العمل ناجح ولا ما ناجحش من خلال نسب المشاهده من خلال نسب المشاهد فيكفي ان الفنان هذا اللي كيكسب ربما يكون متفق معايا طاليس اللي كيكسب الكوميديا يكفي انه يريح ويدير تشخيص فقط على الوضع الفني ربما الكوميدي في المغرب كيفاش داير والمواضيع اللي كتناقش شنا هي يكفي انه يجيب شي حاجه جديده بطريقه جديده وممكن تنجح نقول لك واحد القضيه ديما الحاجه الجديده تتخلع الناس اللي ما موالفينش عليها تتخلعهم حنا دابا لا انا لا جواد لا كاع الشباب اللي كاينين دابا كنتقاتلوا حيت بغينا ندخلوا شي حاجه المغاربه موالفين على واحد النوع ديال الضحك دونك حنا بغينا نجيبوا شي حاجه جديده ما نديروش داك الشيء غير اللي فهمتيني اللي كنبقاو نخدموا عليه حنا عندنا افكار كنتفرجوا تنشوفوا عندنا بزاف د الحوايج بغينا نقولوا قبل ما نقولوا حنا صناع الفرجه ولا كذا حنا راه حنا مغاربه وحنا عندنا ارائنا وحنا عندنا دونك بغينا نجيبوا شي حاجه جديده ولكن باش ترسخ هذيك الحاجه الجديده خصك تقاتلوا خصك سنوات ديما شي حاجه جديده صعيبه في البدايه ديالها ديما ملي كتكون مولف على واحد الحاجه سنوات 20 30 سنه صعيب باش تبدلها باش نجي ونبدل لك مثلا حنا نعطيك واحد القضيه كوميديا فاش بانت كوميديا واش شتي نسب المشاهده اللي كانت كدير كوميديا ما كاينش شي مغربي ما تفرج في كوميديا وكيتسناو كوميديا شو بالبريق الناس فوتي شي حاجه جديده فهمتيني سميتو الكوبل تا هو فهمتيني شي حاجه جديده دونك الناس غير عطيهم منتوج زوين مخدوم شي حاجه زعما مغيزه كيف ما تيقولوا كما تنقول اكيد انها غادي تعجب الناس ولكن غير الاذواق تتختلف راه كيف ما قلت في الاول ما يمكنش تعجب كاع الناس ما يمكنش ترضي كاع الاذواق غير ماشي غير شي حاجه انا بغيت يقول عوض ما يقول لك حامض انا هذا هو الهدف ديالي عوض ما يقول لك واحد حامض قول لي علاش ما عجبك انا نقول لك واحد القضيه انا درت بغيت نسولك وانت غادي في الزنقه انت غادي في الزنقه توقفوني الناس تبارك الله عليك برافو عليك مزيان واحد اخر تقول لك لا وكاين واحد النوع تيتم غادي محداك انا طرات لي انا غادي نوع عليه الكرويتي خو جواد غادي في الزنقه ما هضرنا مع حتى شي واحد غادي بحالنا بحال كايوا الناس جوج دازوا من حدانا قال لي هما دوك الحامضين واش فهمتي ولا لا عوض مي وبفك ولا يقول لك مزيان برافو عليك انت تعجبني وكون درتي هادي احسن من هادي وكذا وفين وكذا ولا انت بدل هادي وما ما كانش عليك دير هادي فهمتي كاين واحد النقاش بعدا كتعرف هاد السيد هذا علاش راقد ولكن تيدوز من حداك وتيقول لك حامض ولا باسل ولا عيان ولا فهمتي ولا لا انا تنصنفها في الحسد باش نكون معاك زعما واضح ما لا يقدر يكون مرض احنا ما حاسينش به يقدر يكون مرض لان ماشي غير في الكوميديا احنا كنتكلموا على الكوميديا لان موضوع الحلقه ديال اليوم مع جواد ضيفنا النهار اليوم لكن حتى في الموسيقى كذلك هو مثال حتى في مجالات فنيه اخرى فهذا ربما ولا مرض عند المغاربه انهم ولاو كينتقدوا بواحد الدرجه اللي هي خطيره وانتقاد ماشي احنا ما كنهضروش على انتقاد اللي هو انتقاد من اجل انك تطور واحد الحاجه هو انتقاد هدام انتقاد هكاك لله في سبيل الله لا هذا ما كيدخلش هذا ماشي انتقاد نورمالمون النقد مزيان وخاصه يعني ما عندوش تسميه هو اصلا يعني النقد بعض المرات تقدر
يقدر يكون هذاك الناقد اللي قال انتقد في هذيك الحاجه يقدر يكون عنده الصح ولا غلط، مي هذاك النقد مزيان. هذه انا انا كنحطها في الخانه ديال هذا معيار. مثلا دايز يقول لك هاب ماضي الحامضين، هذا ماشي نقد. نعم هذا معيار، معيار توكو معيار، غير خص الناس يعرفوا واحد المعيار. المعيار ما صافي با لا بدين لا لا ثقافه الانسان. ما الانسان ما خاصش حتى واحد يعير شي واحد واخا ما عادش يكون داير فراسو. عندنا واحد الجانب كان باقي لحد الان في المغرب باقي ما وصلناش ليه، وجانب اللي هو مهم، وجميع الدول نقاو في الدول ربما غير العربيه، وجميع الدول العربيه وصلت لمستوى فن اللي هو كبير بهاد الناس هادو، حنا ما كنتوفروش عليهم في المغرب اللي هما النقاد المحترفين ناقدين ناقدين في الفن. مثلا حنا ما عندناش اسماء معروفه كنقاد، فمثلا كيشد العمل مثلا في الكوبل كتمشي عند ناقد فني كتقول ليه ناقد مثلا في كوميديا كتقول ليه كيف جاك الكوبل، وكيعطيك انتقادات ديالك يقول لك على كذا وكذا وكذا وكذا، اعتمدوا على كذا وكذا وكذا، وكيعطيك واحد كيعطيك واحد واحد التشخيص، واحد ديغنوستيك، واحد التشخيص للكوبل، ومن خلاله كيقدر تنطلق انت في الجزء الثاني كاع اللي بغيتي تخدموا عليه. نورمالمون هذيك كدار، هذا كيتسمى كدار نورمالمون حتى دابا فلاشين عندنا في هذاك كدار كتسمى الفوكس جروب، كيجي واحد العينه من فوالا. هو ملي كدير ديك مثلا غدير واحد السلسله ولا مثلا الكوبل كيشوفوا الحلقه الاولى ديالها ولا البيلوت ولا ثلاثه الحلقات وشحال موجود فيها الاولين، وكيتجمعوا كاملين وكيبداو ينوطيو كياخذوا ها اللي مزيان ها اللي مزيان ها اللي مزيان، وهذوك اللي فريمون كيوصلوا لهذاك اللي غيدير هذيك لا سيري وداك الشيء. انا هي كدار في الطريق الى كابول كانوا عيطوا لنا كصحفيين، كاينين صحفيين يعني كيشتغلوا في المجال الفني قبل من لابوغ في ايماج في ايماج، وعاودنا درناها في سينما نيس. وي انا كنت حاضر في ايماج، عيطوا على صحفيين، كنت انا وبعض الصحفيين وتفرجنا في الفيلم، تفرجنا في فيلم وعطاونا عطاونا واحد الفورمولير عمرناه وداك الشيء وحطينا انتقادات ديالنا حوجات اللي ما عجبوناش، والفيلم بقى عام عاد باش تعرض من بعد. عام على عقل تجاوز بقى عام باش تعرض من بعد، وتعرض بالملاحظات كامله. الى عقلتي الفيلم تبدل تبدل على داك الشكل اللي شفنا الملاحظات اللي تعطاو اللي شفناه. فهذا كيعطيك، والفيلم دابا هو حط رقم قياسي في تاريخ السينما المغربيه. يعني وصل وصل فنان يعني، والمخرج ابراهيم شكيري انا كنسلموا عليه، ومجهود اللي هو هو مجهود ديال المجموعه كامله، ديال المجموعه كامله، ديال المخرج لا الممثلين لا شركه الانتاج. كانوا ايكيب وحده. نعم حيت واخا يكون يكون مخرج اللي واعر وعندك واحد كاستينغ سوسه في شي بلاصه ما كلشي غادي يمرض. المخرج مخصوص يقبل بها، لان المخرج هو البيلوت ديال العمل. اكزاكتومون اكزاكتومون، بحال هذو كنشجعهم وكنقول لهم برافو وهزيتوا لنا راسنا. هو الفيلم يعني ترد الناس للقاعة السينمائية ولاو مشاو يشوفوه باقي لحد الان. لا خويا طاليس انتوما ماشي حامضين، انتوما ليمون، انتوما ماشي حامض انتوما ليمون. الله يخلف عليك، الله يحفظك، ما عرفتش تفرقشنا هو مي سي با. مرة تلقى ليمون حامض. ما كاينش في المغرب اللي ما عجبوش الكوبل بالاجماع حيت خدمة زوينة هيثم دو كازا. الابداع والاتقان قوة لا تقهر. يا سلام. كاين واحد ميساج اخر، اسماء من فاس، اذا اتتك ما دمتي من ناقص فتلك الشهادة لأني كامل. حتى الشعر ديالنا العربي ولا الثقافة ديالنا العربية كان فيها أمنات بهذا الشيء اللي حنا كنتكلموا عنه في أوقات سابقة يعني، وكاين كاينة أمثلة اللي كاينة في الإطار هذا. سلام حاج أشنية؟ أجي هاد السي جواد يشد براسو، إما المغاربة ذواقة ولا لا، ياك قال لك الكاروت يدير السرطان ماش نوالو. وتبين لك الماي كبير. لا غير انا بغيت نوضح واحد المساله للناس. راه شوف دابا حنا كاين افكار ديال مشاريع ان شاء الله غادا تدار، ولكن غير اللي بغيت نشرح زهير هو راه كان تقاتلوا باش نخرجوا واحد الفكره للوجود. راه جلست انا واحد النهار انا وجاوت غير باش نكتبوا واحد الكابسول، باش راه ماشي بحال غنضاربوا فهمتيني. كل واحد تيدافع على الفكره ديالو تقول لا غادي نجي خصني نديروا هذه، لا هو ما يكون ما تكونش هذه تكون بحال هكا احسن هكا، فهمتي ولا لا؟ يعني الاوراش اللي خصهم يكونوا، هاد الاوراش هذو اللي دابا هاد المضاربه وهاد الشيء هما اللي خصهم يكونوا في المغرب باش يقدر يكون عندنا انتاج اللي هو مزيان. وباش قدروا حتى حنايا نعلموا الناس اللي هما كيتفرجوا يتعلموا يتفرجوا ويتعلموا ينتقدوا. ما عرفتش انا يعني بلا لان بغينا ولا كرهنا دازت واحد الفتره في التلفازه ديالنا المغربيه اللي
خلات الناس تا هما ما تبقى عاجبهم حتى شي حاجه ما كاينش نغفلوا هذه المساله هذه لكن بغيو نقولوا للناس باللي كاين الوقت كتبدل وكل سنه كيف ما كنقول دائما وغنعاود نقولها حتى نحيد هذه الاذاعه المغرب كيعرف تطور بواحد الدرجه خطيره جدا تطور جميل جدا في كل مجال واحد المساله فهذا التطور بنفس التطور اللي كاين في الاقتصاد وفي حوايج اخرى وكذا غيطال كذلك المجال الفني فمن نخليهم نصبروا عليه واحد شويه تيخرج الجواد قبل منك امتى غتحيد الاذاعه هذا هو اللي سال قريب قريب انا معاك هنا شوف مي يمكنش مولود يعني بديسيه يعني وقف على رجلي وتبعد علي لان اذاعه كنحسوا بها دارنا ايوا الحمد لله جواد معنا جواد اخويا خلعتوني انتم تفضل اخويا متفق معاك غير قلتي في التطور اللي غادي فيه المغرب مزيان في كاع المجالات الاقتصادي غادي الا الفني هادشي اللي كنقول الفني راه ما غاديش لا السرعه باش غادي هاد المجالات ما غادي ماشي بنفس السرعه باش غادي الفن الفني انا كنقولها دائما لكن صبروا عليه واحد شويه امين 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 دابا امين دابا التلفازه عايشه بالاعاده بالاعاده لانها كتعيش مخاط جديد مخاط جديد ديال دفتر التحملات اللي دابا غير دابا كاينه حاجه اللي بصمه امل علاش بصمه امل لان هاد السنه وهاد الموسم نقول لك علاش امين ماشي سهل امين امين راه ماشي سهل وي وي ماشي سهله كثيره بزاف لكن غادي ناسوا امين سورتو سورتو المواطن راه كي كيخلص بوغ دي زيميسيون نعم كيخلص بوغ الجديد لكن كنا نتسناو الجديد باش نقدروا السنوات الجايه ان شاء الله كامله نضمن واحد القضيه اخرى العالم كامل الاعاده شي ملي كتعاود كيتعاودوا يتخلصوا الفنانه ديال السيري كتعاود كيتعاودوا يتخلصوا ما كيناش انا علاش قلت لك كاينه بصمه امل لان على الاقل الموسم هذا الموسم هذا يعني رمضان ديال 2014 طلب العروض ديال الاعمال اللي غادا تكون في رمضان بدا من دابا كنا شحال هذيك انا باقي نشوف نفس المشكل كنا رمضان دوينا رمضان اللي فات كنتسنى رمضان الجاي ودوك 11 شهر اخرين مالهم لان علاش كيقول كلام على رمضان لان رمضان هو اللي كياسس راه هذا هو اللي كيخلي العام كامل هذا هو اللي كيخلي وانت مع رمضان جواد الله يبارك هذا هو اللي كيخلي الكوميديا عندنا عقده ما عمرها غتنجح باش كنبقاو نتسناو واحد الشهر في العام كلنا كنبقاو دايرين الضغط والضغط فوالا وكلنا كنبقاو دايرين قوه على ديك التلفازه وما كنكونش اما كون كانت عندنا دايره العام كامل العام كامل راه غيكون راه غتمشي مزيان غتمشي مزيان راه اقترحتوا اعمال تكون طيله السنه ولا تكون غير بواحد الشكل اللي هو موسمي اعمال التلفازه اقترحتوها ولا كتقترحوا فقط اعمال رمضان لا انا رمضان شخصيا رمضان هو اللي كنتهرب منه نعم رمضان حنا ملي ابخي ملي سالات كوميديا وقلنا غنديروا الكوميديا الشو الدراري ديال الكوميديا درناها على الشهور اخرين فعار الله انا راه التليفون درنا على الشهور الاخرين درنا في 11 شهر اخرى ما درناش في رمضان وي فهمتيني رمضان حيت واحد الضغط صعيب وتجربه واحده اللي درت في رمضان واللي زعما انا باين فيها وداك الشيء كانت صعيبه وي صعيبه حيت شاشه شو وي كانت صعيبة عليك كرداتك شوية الحسابات ديالك كانت صعيبة وي صعيبة حيت على هاد الضغط اللي كان كنتكلموا عليه كيتسنى وكيكون كل شيء كذا ولكن ما عندكش اختيار وي انا ما عرفتش كان خصنا نزيدوا شي ساعة أخرى معاك جواد ما سالينا لكن قبل ما نسالو بغينا نسولوك على الجديد ديالك شنو جاي في الطريق بغينا نطمئنوا الناس واش كاين شي أعمال إن شاء الله جاية سواء معاك أنت أو مع ناس اللي أنت غتتعامل معاهم الجديد دابا ملي التلفازه قلنا طافيه عامين دابا نتمنوا تشعل هذا العام حنا ان شاء الله لا ماشي علاش ماشي مشكل حنا دابا كاين الانترنيت وما خصهاش تشعل بغينا نشوفوا شعل باش الدراري ماشي علاش غنشعلوا حنا فهمتيني خدموا غنشدوا نتجهوا لاسين لاسين ولا الانترنيت فهمتيني غنخدموا ريوسنا دي سبيكتاكل دي سبيكتاكل الدراري كلشي كيوجد لي وومن شو دي كونسيبت اللي باغي نديروهم سوغ انترنيت اللي مع تاليس نيت انا عارف علاش حاجات من بروجي تاعي كثرتي عليا هذه مثلا وشو اللي جا مع تاليس انا نقول واحد القضيه باش انا نعطيك بحال السكوب انا مع جواد الكرويتي الصباح وقال لي غادي قال من جوج دقائق وقال لي علاش انت ما دير سبيكتاكل ديالك وانا قلت لك شحال ديالي هو ندير سبيكتاكل ديالي دونك تقريبا المهم اليوم ان شاء الله غادي زعما انا تنأكد بان جواد الكرويتي غادي نبداو خدامين على السبيكتاكل ديالي
دونك انا فهمتيني هكا كتبدا دونك السؤال كيفاش علاش ولا كذا خصك دير خصك انا قلت لي ابخي ملي درنا الكالا دو غير و سميتو شو سور سين سور سين لي بلو اليز كثر واخذ راحته ماشي ديك لانيماسيون العاديه ماشي ديال السلام عليكم سيادنا الليله الليله نقدموا لكم كذا لا خصو يبان على داك سبونطاني لا مطلوق لو سونس دومور كاين كيكون في الدم ياك و اليز كثر من لا تيلي في لا تيلي شفنا وعجبنا وداك الشيء مي سور سين جو كرو كيل فا كارتوني داك الشيء علاش انا كنشجعو باش يدير سبيكتاكل ديالو ورانا قلت لك في 2010 ولا ما عرفت 2000 ماشي شت كان ديما قلتي لي ولا خليني ترى لا مشى حتى دار شوف لا مشى حتى دار مشى جمال دبوز وكاع خيار انا جواد اللي كيقول ماشي انا اذا سالينا المستمع وفي حلقتنا النهار اليوم جواد الكرويتي نتمنوا ان شاء الله المغاربه هاد الناس اللي كيتساقدوا بهذا الشكل هذا يعطيونا غير علاش ما عجبهمش يعني هذاك العمل الفني سواء كان في يوتيوب او كان في جريده او كان في التلفازه او كان في التليفون في مكان عطونا انتقاد اللي هو انتقاد بناء باش نقدروا نطوروا المنتوج الفني كلمه اخيره الناس اللي يسمعونا اليوم شكرا شكرا على الاستضافه وشكرا للمستمعين وكنتمنوا نكونوا ما تقلناش عليكم بزاف ما كناش حامضين ما كناش حامضين تو كناش باسلين نتمنى لي زي سميس لي سمحوا لنا ما قريناهمش ولكن راه لي زي سميس واعرين وحق الله العظيم وشكرا لكاع الناس صيفطوا لنا لي زي سميس وي كنسلموا عليهم طاليس كلمه ختموا بها الحلقه كلمه صافي السلام عليكم يلا كريمه ولا كلمه على امل لقاء بكم غدا ان شاء الله في برنامج بيناتنا مارس ضيف الحلقه في كوميكونز غدا ان شاء الله مصطفى برطون عضو النقابه ديال الموسيقيين النقابه يعني البعض منا او لا بعض الموسيقيين فقط تجمعوا داروا نقابه كاين ميز على هذه النقابه دي غدا ان شاء الله غادي نتكلموا فيها هي موضوع الحلقه من الخمسه للسته ديال العشيه دائما على امواج راديو مارس بارك الله عليكم الله يعاونكم كوميكونس مع زهير علوان طاليس وتيكوتا